محمد دير بالك بس لأنه ظلمة ونحتاج إضاءة الكاميرا لأن هذه إضاءة الكاميرا الحين ظلمة في أجهزة كهربائية مستحيل راح تشتغل، التلفزيون ما راح يشتغل، شواحن تليفون ما راح تشتغل. هو القرار كان فجأة؟ إيه كان فجأة، جو فجأة مع حطة ما أنظرونا مثلاً ولا قالوا لنا مثلاً قدامكم شهر تدبروا حالكم، وإحنا دلوقتي أنا دلوقتي مش عندي فلوس عشان أجمع مكان تاني أو شقة تانية وراح أكتب عقد وأدفع 150 ولا 400 دينار، أنا دلوقتي الفلوس اللي معي دوب تكفيني آكل وأشرب. فصاحب البيت جزاه الله كل خير الراجل قال ما أبي منكم إيجار. الحين أنا بستخدم إضاءة تليفوني محمد بعد إذنك. قاعد تشوفون الظلمة يعني الكهرباء طافية على كل غرف البيت، شنو قاعد تسوون؟ شلون عايشين على التليفون ولا بالشمع؟ بنجيبوا شمعايا وبنصلي فرض حتى الصلاة بمشي، يعني ما شايفينش حاجة ولا عاوزين أي قرار ياخذوه براحتهم. بس نحن دلوقتي مش يعني في رمضان كله نروح مطرح يقول لك عشان الوباء ما حدش راضي ياخذني، هنروح نقعدوا في الشارع؟ وبعدين ملتزمين بالقانون، نحن مش عاوزين نكسر الحظر ولا حاجة، زي ما أنت شايفين قاعدين في بيوتنا حر فما قادرينش نطلع. لأن مو قادرين يحطون شيء بالثلاجة لأن ما في كهرباء، وإذا فكروا يحطون شيء بالثلاجة راح يخترب. أكيد طبعًا. لأن ما في كهرباء. وإحنا الشارع بنعرفين نكون من برضو من الشارع، تمام؟ ممكن أي حد متصاب. إحنا خايفين على سلامتنا الأول. أنت تعبي من الشارع على أساس مي بارد؟ آه بنعبي مي بارد من الشارع. وحضرتك يومين كذا ورمضان كل عام وحضرتك بخير. في ناس ماها علاج خرب يعني الأكل عندنا ما فيش، بنجيب أكل كذا جاهز من البقالة. هذا الحين المطبخ. المطبخ يعني زي ما أنت شايف حضرتك بس عايشين يمكن على الفول حياة مسلوقين ما عارفين إيش نطبخ. الحين هذا البيت يعتبر بيت يعني عربي، بيت قديم، فهذا الحين مصدر الإضاءة الوحيد، أوكي؟ فترة النهار تروح الشمس هذا كله هني خرمس، قانون مع القانون، ولكن هم بس يطالبون بتأجيله على الأقل. أنا ساكن لي 5 سنين هنا، ممكن صاحب البيت يتحملني شهر ولا 2، لا أروح عنده مستأجر جديد مش هيتحملني. بس أنت عارف أن قانونيا هذا القانون موجود. قانونيا ممنوع، أنا مأجر بطريقة قانونية بغض النظر عن إنه ممنوع العزاب في السكن الخاص. إحنا مش عايزين كهرباء بس، إحنا مش عايزين أي مساعدات ثانية أي حاجة. كم بيت اللي طافي عليه كهرباء؟ تقريبا حوالي 10 أو 12 بيت بالجهرة. انا واحد من الناس والله ركبت سيارتي ورحت في المجمعات عشان ادور على سكن والله ما لقيت، ورحت كذا عماره كل ما اروح للحارس بتاع العماره يقول لي عزاب لا. والله انا معاكم من 93 في الكويت ما شاء الله زين، والشارع ده خاصه اكثر من 18 سنه فيه وما شفنا منكم الا كل الخير. تسلم عمي. يوم انطفت الكهرباء معي علاج بتاع عيون، انا عندي ميه بيضه في عين اثنين. سلامات. الله يسلمك. والله العلاج باظ علي والعلاج حتى مو موجود داخل الكويت. انا عشان اقول يعني صعب دلوقتي عشان اقعد بدون كهرباء ومكيف 59 سنه. تفضل معي. يلا مع السلامه. انتوا عملتوا احلى واجب مع المخالفين والمقيمين اللي هم اقامتهم صالحه تقطعوا عنهم الكهرباء. مع السلامه. بس كهرباء يعني حاجه ماديه ما يحتاجون، ما يابوا طاري المرض، ما يابوا طاري الامور الصحيه، يبون بس الكهرباء ترجع الاقل بس برمضان لانه مو قادرين يطلعون، ما راح يلقون مكان ثاني، بس محتاجين كهرباء.